دي كان الحقيقة كمان أن الجانب الاقتصادي كان مسيطر على الحوار. الإجراءات الحمائية للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل كانت الشغل الشاغل للرئيس. وإحنا دلوقتي معانا الدكتور يمنى حماقي وهي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، أهلا بيك. ازاي حضرتك يا فندم؟ تابعتي طبعا الحوار اللي نقدر نقول عليه المكاشفه والمصارحه اللي كان بين الرئيس ورؤساء تحرير الصحف القوميه، اهم النقاط اللي حضرتك توقفتي عندها. هو في الحقيقه يعني الحوار ده حوار في غايه الاهميه وبيجي بشكل دوري عشان يبقى بيعبر عن مراجعه للاداء والمتغيرات اللي بتواجه مصر بشكل رئيسي في كل فتره زمنيه. ويمكن من أهم ما أثير من ناحية البعد الاقتصادي التركيز على مواجهة المتغيرات الحالية الاقتصادية اللي بيعاني منها الناس، ويمكن على رأسها ارتفاع الأسعار. مصر شهدت ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، تخطى 30% لأول مرة، وكان من الضروري أن يكون في إجراءات بتقوم بها الدولة والحكومة وبالتعاون مع المجتمع المدني لمواجهة الحقيقة ارتفاع الأسعار، خاصة أثرها على الطبقة المتوسطة. ما أعلن عنه سيادة الرئيس بالأمس هو أن محاولة للتخفيف من الأعباء الضريبية برفع الإعفاء الضريبي، وبالتالي ده هيؤدي إلى زيادة الدخول اللي بتقبضها الطبقة المتوسطة. ده اتجاه جيد. الاتجاه الاخر هو زياده الرقم بتاع الرقم المخصص للبطاقه التموينيه، وطبعا احنا عارفين ان البطاقه التموينيه بتلعب دور مهم في ان هي تخفف من اثار ارتفاعات الاسعار بالنسبه للطبقه الفقيره والمتوسطه، وطبعا ده مع الجهود اللي كنا شاهدناها في مكافحة الفساد في هذا الموضوع وتنقيح البطاقات التموينية. احنا كنا بنتتبع ان قد ايه في ناس يعني مش المفروض يبقى معاها بطاقة تموين، يعني عدد الناس اللي على بطاقة التموين كان تخطى او وصل ل 80 مليون، وده رقم لا يمكن ان يكون كل ال 80 مليون بيستحقوا ان هم يبقوا على البطاقة التموينية. فاحنا الحقيقة محتاجين جهد كتير جدا على المستوى المؤسسي وعلى المستوى الاقتصادي عشان نقدر نواجه ارتفاعات الأسعار. ويمكن يعني دايما على مستوى تجارب الدول، لو جينا رجعنا تجارب الدول، لأن مصر مش الدولة الوحيدة اللي مرت في المرحلة بتاعت الإصلاح الاقتصادي، وإن يعني كان عندنا تراكم لسياسات خاطئة لفترات طويلة وصلتنا إلى ما نحن فيه. يعني معظم التجارب بتاعت الدول بتشير الى ان يعني رغم ان الاجراءات اللي بتتم دي هي اجراءات يعتبر يعني زي نوع من التخفيف يعني على الطبقات المتوسطه والفقيره، يمكن كمان وزيره التضامن بالتوازي اعلنت ان هي هتبتدي تدي قروض من بنك ناصر للناس اللي هي طبعا الناس الطبقه المتوسطه اللي بدات تعاني من انها مش قادره تدفع مصاريف اولادها، فهتديها قروض ميسره باسعار فايده منخفضه من بنك ناصر عشان يقدروا يواجهوا متطلبات المعيشه واحتياجهم الى ان هم يواجهوا هذه النفقات. هيظل برضو ان الوسيله الناجعه الاكثر اهميه واللي هتنعكس على الاقتصاد بشكل كبير واللي الناس هتحس بيها مش اسلوب الدعم، مش اسلوب ان انا ادي الناس فلوس، ولكن الاسلوب الاكثر استطاعه واكثر استدامه هو اسلوب ان انا امكن الناس اقتصاديا. يعني مصر مليئه بالفرص الواعده جدا وطاقات انتاجيه كبيره جدا، سواء كان هذه الطاقات ان انا مشروعات ممكن تكون صغيرة، ممكن تكون مشروعات في قطاع غير رسمي، لو أنا بس ساعدتها إن هي تطور أساليب الإنتاج بتاعتها والفن التكنولوجي عشان تبقى منتجها قابل للتصدير، ده هيفرق معاها بشكل كبير جدا، لأن الدخل من التصدير هيبقى بالنسبة لها زيادة كبيرة جدا في دخولها.
يبقى الفيصل هنا الإنتاجية. أنت كلمة الإنتاجية دي أنا لازم كاقتصاد وكشعب وكحكومة أهتم بيها اهتمام أكبر من اللي بيحصل حاليا في مصر. لأن لو رفعت إنتاجية العمالة للشعب المصري ورفعت مواصفات الإنتاج وأهلت الإنتاج ده أنه يكون قابل للتسويق العالمي، أنا بزود دخول الناس. مقابل كده كمان عندي سلع كتيرة جدا أنا بستوردها وممكن أصنعها بدل الاستيراد. بالحالة دي أنا بتجنب التكلفة العالية جدا للاستيراد مع ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي أبتدي أشوف الطاقات الإنتاجية دي. وعلى فكرة كل الدراسات دي موجودة عندنا في مصر. طيب يعني ايه اللي بيمنع تنفيذها بقى يا دكتور؟ يعني دلوقتي الإرادة السياسية موجودة والدراسات موجودة، حلقة الوصل فين؟ ايه الحلقة المفقودة؟ الحلقة المفقودة هي في ترجمة هذه الإرادة السياسية إلى خطط عمل على أرض الواقع ورفض الواقع القائم حاليا. أنا دايما بتكلم وطول النهار لو حضرتك تلاحظي هتلاقي الناس طول النهار قاعدين في مؤتمرات وفي ندوات يتكلموا. صحيح. طول النهار احنا بنتكلم وحافظين حلول مصر، يعني عن ظهر قلب حافظين الحلول ايه. والكلام اللي انا بقوله ده مش كلام جديد، ولكن المشكلة بتاعتنا في القدرة على التنفيذ. انا لما اجي انا مثلا بشتغل في قصة المشروعات المتعثرة في كذا اتجاه مع اتحاد الصناعات ومع انا ماسكه لجنة البحوث الاقتصادية في اكاديمية البحث العلمي ومع الغرف التجارية، بدأنا نعمل حصر دلوقتي للمشروعات المتعثرة. لو هقولك مثلا ان احنا عملنا حصر ليه، عندك مجموعة مصانع في شبرا الخيمة، هذه المصانع عندها طاقة هائلة لتصدير الملابس الجاهزة للخارج. لو شفتي مشاكلها هتلاقي مشاكلها قليلة جدا وممكن تتحل من يوم وليلة لو ساعدتيها مثلا ان هي تنتج وفقا المواصفات العالمية. لو جبت لها مثلا طورتي الانتاجية بتاع العمالة بتاعتها من خلال مراكز التدريب، ووزير القوى العاملة مهتم جدا بانه يشغل مراكز التدريب اللي تابعة للوزارة. انا محتاجة تنسيق وتكامل بين الادوار. ده ما بيحصلش، كل واحد بيشتغل لوحده. ما بيحصلش مثلا ان وزير القوى العاملة بيجي مع اتحاد الصناعات مع وزير التجارة والصناعة مع التعاون الدولي اللي بتجيب المنح والمعونات من بره، لو كل دول تكاتفوا مع بعض اننا نبتدي نمسك ونركز الاول على الصناعات اللي عندنا فيها ميزة نسبية اللي احنا عارفين ان هي اسواقها مفتوحة. يعني عندي الملابس الجاهزة، عندي فرص هايلة ان انا اصدر في الملابس الجاهزة، ومش بكلمك من فراغ، انا عاملة دراسات ميدانية. يعني لو نزلت النهاردة لمجموعة مصانع في شبرا الخيمة، هل تتخيلي ان في مصانع في العبور لما نزلنا حصرنا مشاكلها، المصنع كان بيشغل مثلا 400 نزلهم ل 200، كان بيشغل 100 نزلهم ل 50، ده كله ليه؟ لان الماده الخام تكلفتها ارتفعت عليه نتيجه لارتفاع الدولار، نتيجه ان مفيش غير منتج واحد هو اللي بينتج القماش الجينز ده على سبيل المثال. فلو انا جيت جمعت الناس دول وجبت لهم القماش بالكميه الكبيره يقف عليهم التكلفه منخفضه. شوفي الحاجات صغيره جدا جدا لكن محتاجة مين يشتغل ومين ينزل وازاي الجهود تتكاتف عشان نقدر نتحرك بسرعة. دي كلها طاقات انتاجية. تخيل لو انا ساعدت الناس دول اللي كان عنده 400 ونزلهم ل 200 هيرجع يرجعهم ل 400. ده كله دي تشغيل عمالة. ده اكيد طبعا. بالظبط، تشغيل عمالة وزيادة تصدير والانتاج بيزيد وينزل بدل ما انا بستورد. كل ده هو ده اللي احنا محتاجين نتحرك فيه. عندك كمان طاقات انتاجيه مهدره، مثلا مصانع المزارع الدواجن. شوف احنا بنتكلم ان رمضان داخل ان شاء الله وكل سنه وانتم طيبين جميعا، حضرتك طيب. والدواجن اسعارها قاعده بتبتدي تطلع. عندك مقابل كده كميه مزارع دواجن عملنا لها حصر في محافظات مصر مغلقه. مغلقه ليه؟ لان اصحابها غلابه مش لاقيين تمويل. مين اللي مسيطر على سوق الدواجن؟ وبنتكلم في كده بقالنا شهور، عدد محدود من المنتجين. طب لو انا جيت عملت برنامج ونزلت اديت دفعه للناس دي اللي هي مزارع الدواجن دي، يبقى تخيلي بتزودي دخول الناس دي وبتحسني الامور. طبقة الصيادين، انزلي على طبقة الصيادين منطقة كفر الشيخ والمنطقة دي كلها،
الفن الانتاجي اللي بيستخدموه في الصيد متهالك، وبالتالي انتاجهم ضعيف جدا. لو انا حسنت تكنولوجيا الصيد على مستوى دولة، انا بتكلم على مستوى دولة عندها طاقات عاطلة مهمة جدا، ولو انا حركتها وتتحرك من بكرة، مش لسه بقى حبني طبعاً مصانع، طبعا مفيش وقت للكلام ده، مش طبعا مش حبني مصانع واخد وقت، الحاجات جاهزة كلها بالظبط. فدي كلها طاقات عاطلة، مصر مليانة ثروات وفرص، ولكن محتاجة الرؤية، محتاجة الإخلاص، محتاجة التنسيق والتكامل ما بين الأجهزة، محتاجة المايسترو اللي يبتدي يجمع ده كله ويتابع الأداء، زي ما كده الرئيس كان بيشوف في اللقاء بتاعه في الصعيد لما اتكلم على التعدي على الأراضي الزراعية، ادي ظاهرة شوفي مش عارفين نحلها بقالنا قد ايه. صحيح، يعني في قضايا كده عايزة حزم، وعايزة اننا نحط لها تواريخ زمنية ونقول احنا عندنا المصانع المقفولة دي هنفتحها في خلال فترة كذا، مين المسؤول، واحد اتنين تلاتة اربعة، كل واحد بيعمل ايه، وتوزيع الادوار ايه، والتمويل هيجي منين، والناس حتى يبقى من خلال كنتوا كإعلام تتابعوا هذه التجارب وتنزلوا تشوفوا مين الناس طبعاً المستفيدين من الكلام. طبعاً اعتقد مصر محتاجة للحركة السريعة. أكيد طبعا، رسالة حضرتك مهمة جدا، وأتمنى أنه المسؤولين ياخدوا بالهم من هذه النقاط، ويعني المفروض فعلا يكون في تكاتف بين كل أجهزة الدولة ومؤسساتها ومنظماتها، لأنه زي ما دكتور يمنى قالت إحنا الثروات عندنا موجودة، الطاقة الإنتاجية موجودة، العمال موجودين، المنشآت موجودة، فاضل بس اللي يجمع الحاجات دي مع بعضها علشان نقدر نتحرك لقدام. دكتور يمنى الحماقي بنشكر حضرتك جدا على وجود حضرتك معنا في صباح عندنا.